ده بعد ما روح شفت الانسان الالي وشفت الابهار اللي حصل لي هناك، فجيت دخت، كنت هقع بقى من كتر اللف، فجيت قعدوني على كرسي زي ما احنا شايفين، وبعدين قعدت كده، فمسكت الريموت البنت وشغلته، طلعت مرجيحه، كرسي موجود اهو عادي جدا مرجيحه اهو، انا قاعد وقاعد مسترخي تماما اهو. على فكره دي الصناعه، ده تفكير الناس اللي عايزين يكسبوا من كل حاجه. الراجل اللي فكر في انه يعمل الكرسي مرجيحه، ما شكلها سهل يا سيدي، اي واحد ممكن يتفرج يقول لي ايه يا عم انت جايب لي بتاعه الهوايه دي اللي بتجيب الهوا دي وتقول لي دي صناعه يابانيه. ما هو ده صناعه يابانيه، وميتسوبيشي صناعه يابانيه، وتويوتا صناعه يابانيه، ونيسان صناعه يابانيه، وهوندا صناعه يابانيه، والصناعات التكنولوجيه وشارب صناعه يابانيه، كل ده صناعه يابانيه. اليابان بتصدر في السنه ب 760 مليار دولار، 760 مليار دولار. اليابان اليابان بتجيب دخل ناتج قومي اجمالي حوالي 4 تريليون و 6 من 10 او 7 من 10 تريليون. فبالتالي مش هيجي من الهواء، مش بيجوا من الفضاء، مش بيجوا من فوق، دول بيتم بالصناعات الصغيره والصناعات الهندسيه والمكون العقلي والمكون التفكير فيها، شيء مبدع جدا جدا. خلينا اكمل معاك، بس انا كنت بستريح شويه.